بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة من شهر رمضان نتحدث وإياكم عن أمر عظيم نحتاجه جميعا، الأمم جميعا تحتاج هذا الأمر، سواء بتوظيفه والعناية به والاهتمام به، ألا وهو كيف نوظف الشباب لنحقق الرسالة العالمية لديننا. ومعلوم أن الشباب من أهم محطات الإنسان في حياته، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مما سوف يسهل عنه الإنسان هي مرحلة الشباب، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسهل عن أربع، ومنها عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فالشباب يتجسد فيه الحيوية والعطاء وعلى البذل وعلى التجديد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وظف الطاقات الشبابية للقيام بأعباء الدعوة، حتى قال العلماء حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم: حالفه الشباب وخالفه الشيوخ. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى فرصة للشباب في أهم مفاصل الدعوة، فأول سفير أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان شابا، وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه. والجيل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مقتبل دعوته من الشباب تتراوح الأعمار ما بين 15 إلى 30. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الطاقات الشبابية لتقوم بأعباء الدين، فأرسل معاذا رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن قاضيا ومعلما ومربيا وداعيا، وكان لا يبلغ من العمر 17 عام. وجلس الإمام البخاري ليحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن 18 عاما. وهكذا الإمام الشافعي والإمام مالك كلهم سخروا الطاقة الشبابية في نصرة هذا الدين، في نشر تعاليم هذا الدين ومبادئ هذا الدين، سواء كان على مستوى القرآن الكريم أو السنة النبوية أو الأحكام الفقهية. واليوم ونحن نريد أن نحقق العالمية للدعوة الإسلامية، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وكافة للناس ليبلغ شرع الله سبحانه وتعالى. واليوم ممكن أن نحقق ذلك من خلال الشباب، من خلال توظيف التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، فهذه الوسائل لا تحدها حدود ولا تقيدها قيود. واليوم العالم كله يوظف هذه التقنيات من أجل أن ينشر أفكاره، وبعض هذه الأفكار مخالفة للإسلام بل وتناوئ الإسلام. ولذلك أدعو الشباب أن يتولوا مهمة أن ينصروا هذا الدين، وأن يدعوا الناس إلى دين الله عز وجل من خلال الوسائل الاجتماعية. فاليوم المواقع الإلكترونية يديرها الشباب، والمنتديات الحوارية يبرز فيها الشباب المسلم، وحتى الشبكة الشاملة وغيرها من الشبكات والمنتديات الفاعلة والتي تقدم خدمات علمية ودعوية يقودها الشباب ويتولى أمرها الشباب. فإذا يا شباب الإسلام، ونحن في هذه الأيام المباركة هناك من يعمل ليل نهار موظفا التقنيات الحديثة لمحاربة الإسلام ونشر الإلحاد ونشر الرذيلة والفساد ونشر المفاهيم الخاطئة،
قم أنت بواجبك لنصرة هذا الدين ونشر المعاني الحقيقية الصحيحة لهذا الإسلام، لننابذ التطرف مثلما ننابذ الإلحاد والضلالات، كل ذلك من خلال أن تسخر هذه الطاقات الإلكترونية والتقنيات الحديثة لتحقق عالمية الرسالة. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولسان القوم اليوم هي هذه الوسائل الحديثة، التقنيات الحديثة، وللشباب دور بارز في توظيفها وتسخيرها من خلال نشر الإسلام والدعوة الإسلامية. وهذه مسؤوليتنا جميعا، أن نعلم الشباب ونهتم بالشباب وأن نرعى الشباب وأن نوجه الشباب ليسخروا هذه التقنيات فيما هو خير للأمة وليس فيما هو شر، وكلنا ثقة بشبابنا أن يقوموا بهذا الواجب الرباني والمهمة النبوية حتى يكتسبوا الأجر الكبير. فمن دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل بها على أن لا ينقص من أجورهم شيء. نسأل الله عز وجل أن يبارك في شبابنا وأن يحفظ شبابنا وأن يسخر الشباب لخدمة هذا الدين ونصرة هذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.